ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. مواليد برج الجوزاء باذن الله هيكون عندكم فتره تقدم، فتره اخبار حلوه. النهارده هنشوف الملح الروحاني بتاعكم هيقول لكم ايه، من طاقه، من اخبار، من كل اللي هيظهر معانا هنشوفه مع بعض. يا رب يكون خير، يا رب يكون تفاؤل، يا رب اللي يظهر معانا بس ما يكونش غير حب وحنان ليك يا مواليد برج الجوزاء، لانك بقالك مده شايل الهم. فيلا بينا بقى نشوف ايه الاخبار عندك، ونقول بسم الله واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انزل باللايك وبالتعليق الجميل يا برج الجوزاء، بسم الله برج الجوزاء. طيب احب اقول لك ان مبدئيا انتوا حيرانين ما بين قرارين، خلوا بالكم من الحته دي، في قرارين وحيرانين فيهم. البعض منكم بياخد علاج، اللي عنده مثلا اكتئاب، اللي عنده مشاكل صحيه، فالبعض منكم بياخد علاج، لكن باذن الله هيكون بالشفاء العاجل الفتره اللي جايه. انت عندك بومه في حياتك، بومه اتنين ومتشابكين في بعض، يعني قرايب، او يعني هم ممكن يكونوا جيرانك. المهم البومتين دول مركزين كويس جدا في حياتك، وهم عارفين عايزين ايه منك. عندك بشرة خير وسلطة، وفي نفس الوقت مكالمة حلوة. ومش كده وبس، كمان يا برج الجوزاء ده في تجمع عائلي، لإما التجمع ده بالضيوف اللي هتدخل بيتك وتنوره طبعا، لإما تجمع بانتصارك على من عداك، أو انتصارك على كل الأشخاص اللي أذوك وظلموك. سر سعادتك بين إيدك، هو إيه؟ هو كتمانك، إنك تكتم وتداري. دايما بنقول إن برج الجوزاء بيمتلك شخصية قوية وبيمتلك روحانيات عالية، وعلشان كده هتحتفل باللي في حياتك. بس إنت عندك شوية أوجاع، قلبك موجوع وفي نغزة، وحرفيا اليومين دول بتحاول تبعد عن أشخاص مركزين في حياتك. عملت استوب بينك وما بين ناس جرحوك، ومش جرحوك بس يا برج الجوزاء، ده هم كمان أكلوا حقك وسابولك الحاجات اللي ممكن تزعجك. آخر الشهر هتعرف إزاي توصل لهدفك، وفي نفس الوقت هتعرف حد كده كان لابس وش ملايكة، يعني لا كان لابس وش ملايكة ليك، وهو أصلا مش كويس. وزي ما قلت لك، أنت دايما بتداري دموعك، بتداري حزنك، بتداري كل ما هو يوجعك من أجل الآخرين ومن أجل أشخاص في حياتك. الفترة اللي جاية دي هيكون في تقدم. ومش كده وبس كمان، ده أنا عايزة أفرحك يا برج الجوزاء، وعلشان أنت مستني أي حاجة تفرحك. أحب أقول لبرج الجوزاء إن في اتنين بيتفقوا عليك علشان يوقعوك، بسبب دعوات الست الكبيرة اللي بتدعي لك. بإذن الله هتطلع منها، وهتطلع من الطاقات السلبية، وهتعرف العلاقة السامة اللي انت فيها مضايقاك ومخانقاك. العلاقة السامة اللي انا دايما احذرك منها، واقول لك خلي بالك من علاقة سامة او من شخص غامض مش حبب لك الخير. عندك هنا شوية افكار، أفكار في مصاعب، يعني بتفكر في حاجات صعبة يا برج الجوزاء. بس خلي بالك، أنت هتبقى في مواجهة، والمواجهة دي أنت هتقول اللي عندك، والطرف التاني هيقول اللي عندك، وفي الآخر ممكن يكون في صلح أو في سواية الأمور. بس عايزك تحذر من شخص بيحاول يعتمد عليك وهو أصلا بيسبب لك مشكلة من ورا ظهرك. ما تمدش قوي في الثقة في اللي من حواليك، علشان هو اللي خاب ظنك فيهم. آخر أسبوعين من الشهر هترفع سماعة تليفونك، وهيجي لك اتصال حلو، وهيبقى الاتصال ده إيجابي. هتاخد حقك بإيدك في بعض الأوقات. بس عايز أقولك إن في واحدة بتدعي إن هي صديقة وقلبها طيب، بس هي نيتها اتجاهك غير كده يا برج الجوزاء. انت اليومين دول بتفكر في الاستقرار والراحة، ربنا هيكتب لك نجاح من بعد التعب اللي انت فيه. وخلي بالك، وانا دايما اقول لك، عندك دخول مع شخص بداية جديدة، ممكن عندك شخص هيدخل حياتك الايام اللي جاية. عايزك تاخد حذرك منه، وما تديهوش الامان قوي، يعني انت تعامل معاه معاملة سطحية، ما تديش الامان قوي. لو انت ناوي على سفر فهو عندك سفر،
لو انت ناوي على خير فهو عندك خير. شوف انت ناوي على ايه، وشوف انت يا برج الجوزاء مستني ايه. ممكن مواليد برج الجوزاء لو ما كانوش مستنيين سفر فمستنيين خبر حمل، مستنيينش خبر حمل مستنيين حاجة تانية، فاللي انت مستنيه هو اللي هيحصل بإذن الله. في رسالة عاطفية عندك هتتفتح قدامك الأيام اللي جاية، علشان هتكون بداية لحياة عاطلة كانت بقالها مدة في حياتك. فأنا شايفة لك الدعم، وشايفة لك الانطلاقات، وكمان الطاقة اللي كانت في حياتك عاملة لك حزن من كتر الضغط النفسي والحسد. انت وصلت لمرحلة ما كنتش عايز تتكلم فيها عن اي حاجة، وفي بعض الامور اللي كانت عاطلة. بس انت اليومين دول خايف على نفسك يا برج الجوزاء قوي، خايف على نفسك، وفي نفس الوقت بتطبطب على نفسك، عايز تتقدم خطوة لقدام، وفي نفس الوقت بترجع بسبب الكلام. في هنا وعد، وعد بينك وما بين شخص. شايفة ان الوعد ده انت هتحط نقط على حروف وهتصفي بعض الحساباتك. انت بتفكر في حاجات كتير، والحاجات الكتير دي تعباك وتعباك جدا. معظم مواليد برج الجوزاء بل هم مشغول ان هما حقهم اتاخد منهم، وللأسف معرفوش يعملوا حاجة. بس ده كله برضو ما يقولش ان برج الجوزاء مش مستني فرحة، هو مستني فرحة. وعندك وثيقة، الوثيقة دي يا برج الجوزاء هتكون شغل جديد او عمل جديد او حياة جديدة هتدخل على حياتك بإذن الله بفضل ربنا. انت بتختبر مهماتك، بتختبر تنقلاتك، بتختبر افعالك، بتختبر كل حاجة. بس ارجع واقولك في حد حقود في حياتك، وخلي بالك الطرف الثالث اللي بيتدخل في علاقاتك العاطفية من ورا ظهرك وانت مش عارفه. والمشكلة ان انت مش عارفه يا برج الجوزاء. في كمان فرصة الايام اللي جاية ان انت تبيع وتشتري. شوف انت عايز تبيع ايه او عايز تشتري ايه. الايام اللي جاية هتكون عندك فرصة ان انت تبيع حاجة او تشتري حاجة، الله اعلم. شوف الحاجة اللي انت عايزها وناوي ان انت تشتغل عليها، او ناوي ان انت تغيرها، الله اعلم ايه اللي انت ناوي عليه يا برج الجوزاء الفترة اللي جاية. خلي بالك في شخص عندك مش حابب لك الخير، شخص كده عقربة، شخص كده عايز ينافسك بكل الطرق في مجال عملك، مش حابب لك الخير. فانت خلي بالك، انت اليومين دول عديت بمراحل صعبة، عديت بمراحل صعبة، دايما حاسس بالوحدة يا برج الجوزاء، ودايما وراك غل وحقد، دايما وراك غل وحقد. نفسك في حاجة عايز تبطلها ومش عارف، نفسك في حاجة عايز تبطلها ومش عارف، نفسك تغير المكان اللي انت فيه يا برج الجوزاء، نفسك تغير المكان اللي انت فيه. قولي بسم الله ما شاء الله. انت هنا عندك امور حلوة جدا جدا جاية لك من بعيد، عندك امور حلوة جدا جاية لك من بعيد، وعندك انطلاقات ورحلة حلوة. عايز اقول لك ان انت عندك رجوع حق، عندك رجوع حق. بس في طرف ثالث في حياتك، في طرف ثالث في حياتك، في حاجة بتحاول تستبدلها بحاجة بس مش عارف، في حاجة بتحاول تستبدلها مش عارف. كنت ماشي في طريق يا برج الجوزاء والطريق ده اتسد مرة واحدة، كنت ماشي في طريق والطريق ده اتسد مرة واحدة واتقفل، اتقفل كده ومش عارف تعمل ايه. بعض مواليد برج الجوزاء مقدمين على شغل، مستنيين مكالمة، مستنيين تغيير، الله أعلم. بس في انت يا برج الجوزاء اليومين دول مستني حاجة معينة. ايه الحاجة اللي حاطط فيها أملك وخاب ظنك؟ حاجة حطيت فيها أملك وخاب ظنك، قصة حياتك عايزة تتكتب في كتاب يا برج الجوزاء. اليومين دول انت محتاج تغيير بكل الطرق، انت محتاج تعمل حاجة جديدة، محتاجة تطلع انطلاقة جديدة، محتاج ان انت تغير تفكيرك. خايف من مستقبلك جدا يا برج الجوزاء، انت اليومين دول خايف مستقبلك ومهموم، وحاسس ان انت مهموم. بص يا برج الجوزاء، انت رحت للدكتور من كام يوم، رحت للدكتور وبدأت تتحسن من امورك، عندك حد تعبك، عندك حد تعبك، عندك اطفال تعباك، عن اطفال عامله لك توتر. عندك تحسن في علاقاتك العاطفيه يا برج الجوزاء، ابشر. عندك محبس جديد، او انت داخل في قصه حب جديده،
أو سمعت كلام فيه غزل وارتباط. الجوزاء عنده احتفال في حياته العاطفية، بس حاول تجدد الطاقة تبعد عن الطاقة السلبية وتجدد الطاقة الإيجابية. الروتين بتاعك ده كرهك، الروتين بتاعك ده كرهك، حس إن حياتك ما فيهاش جديد. أنت محتاج تطلع من الملل اللي أنت فيه، محتاج تطلع من الملل اللي أنت فيه. خلي بالك عندك نمل كتير جدا في حياتك، عندك نمل كتير جدا في حياتك. عندك حرف السين، حرف السين وقع عليك ظلم يا برج الجوزاء، منه ظلمك وأذاك. حرف السين وقع عليك غدر منه. عندك ست بتعاديك، عندك ست بتعاديك، ست مش حبالك الخير ابدا. في ست واحده، ست عندك بتعاديك مش حبالك الخير ابدا. بص هنا، بص الحفره اللي انت وقعت فيها وما لقيتش حد جنبك. قول لي يا برج الجوزاء، انت ايه الحاجات اللي منتظرها الحلوه دي؟ ايه الحاجات الحلوه اللي انت منتظرها دي؟ مستني فلوس ولا مستني رزق ولا مستني وظيفه؟ انت عندك طاقه تفكير هنا، بس اليومين دول زادت مسؤوليتك يا برج الجوزاء. اليومين دول زادت مسؤوليتك، انت بطلت تآمن بحاجة اسمها حب، بس هيجي اللي يغير حياتك، هيجي اللي يغير حياتك. عندك 7 خطوات، عندك 7 خطوات اليومين دول هتخطيهم. بس خلي بالك برضو، وديني بقولها لك، الغدر من الناس المقربة اللي انت عايش معاها، الغدر من الأشخاص المقربين. قول لي يا برج الجوزاء، الحمامة جابت لك الخبر ولا لسه؟ أنا قلت لك المرة اللي فاتت وما كملتش، الحمامة جايبة لك إيه؟ صح؟ طيب عايز أقول لك إن كشف الورق، الحمامة جايبة لك خبر حلو. أنت مستني إيه؟ أنت مستني الخبر الحلو، هو الخبر الحلو اللي جاي لك في الرسالة. شوف بقى أنت مستني إيه؟ رجوع؟ هو خبر رجوع. تغيير فهو خبر تغيير. انطلاقة فهو خبر انطلاق. سفر فهو سفر. نجاح في العام، فانت عندك نجاح في العام. فانت يا برج الجوزاء اللي انت مستنيه هو اللي جاي لك في الرسالة. احذر من مرات اب، مرات اخ، مرات عم، بتطعنك في ظهرك وبتتكلم وتوشوش صورتك قدام الاخرين. عندك علاقة مع برج القوس، كانت علاقة برج الكوس، كان شخص برج الكوس متعدد العلاقات، كان في بينك وما بينه مشاكل، لإما اكتشفت خيانة وانفصلت عنه، لإما انت كرهك حياتك. انت مطعون، مطعون يا برج الجوزاء من المقربين. في طعن، في طعن وغدر في ظهرك، ظهرك انحنى. بتعاني من اعراض كتير جدا في حياتك، بتعاني من اعراض كتيرة جدا. دايما حاسس بالظلم مع اهل بيتك يا برج الجوزاء، دايما حاسس بالظلم مع اهل بيتك. بعض برج الجوزاء بيحلم بحشرات كتيره جدا في حياته، بيحلم في حاجات كتيره جدا، بيحلم بحشرات في حياته كتير. حاسس ان انت بتحلم احلام مزعجه ومحسود، محسود من اقرب الناس، من دمك ولحمك، وديني بكرر لك دمك ولحمك كتير جدا. انت بتحاول اليومين دول تشتغل على نفسك اكتر، بتحاول ان انت تبني نفسك بنفسك، ما تخليش اي حد يقف جنبك، ما تخليش حد يقف، ما بتخليش، مش عايز حد يقف جنبك. انت بتبني نفسك بنفسك وبتحاول تقف على ارض صلبة، بس ما تقلقش، الازمة اللي انت فيها دي هتطلع، الازمة اللي انت فيها دي هتطلع باذن الله. طاقة التوتر وطاقة الحيرة دي هتتحل، طاقة التوتر وطاقة الحيرة دي هتتحل. ورجوعك مع برج الحوت، رجوعك مع برج الحوت الايام اللي جاية، خلي بالك رجوعك مع برج الحوت هيكون، مش هيكون من صالحك، بس انت هتحاول ان انت تقول تغير الامور باذن الله. بينك وما بين الاسره توتر، بينك وما بين الاسره مشاكل، حاسس ان انت منتظر حاجات كتيره جدا ومش قادر توصل لها ولا تتحقق. يعني الاسره عندك بينك وما بينها توتر، وبينك وما بينها مشاكل. في واحده بومه عندك من الاسره، من المقربين عندك، في واحده عندك من العيله بومة مش سايباك في حالك، دايما بتنق، دايما بتنق. في ندر عندك هتوفي بيه، ندر، في ندر عندك هتوفي بيه. انت هنا يا برج الجوزاء طلعت ناس من حياتك. ايه الحاجة اللي عايز تعملها ودايما الاهل بيأذوك بكلامهم؟ دايما الاهل واقفين بينك وما بين تحقيق حلمك، صح؟
قولي مين الشخص الغامض اللي بينك وما بينه علاقة وما بيتكلمش كتير؟ غامض جدا وكتوم، غامض وكتوم، ما بيتكلمش، دايما ساكت، دايما ساكت. انت اليومين دول يا برج الجوزاء هتدخل في مواجهة مع حد مقرب، وهتعلن حربك وهتمسك سيفك، هتعلن حربك وهتمسك سيفك، وهتقول خلاص انتوا اذيتوني انا هسيبكم، بس هاخد حقي، هلف الف واخد حقي. وبالفعل هتاخد حقك تالت ومتلت، بالفعل هتاخد حقك تالت ومتلت. فمش عايزاك تقلق، مش عايزاك تقلق، عشان انت عندك انطلاقات حلوة وعندك فرحة. بص القلب اللي، القلب اللي هيكون عندك في حياتك، وهيبقى عندك قلب، واخيرا هتعرف الشجرة اللي هتطرح في حياتك الايام اللي جاية. بس انا عايزاك اليومين دول ما تدخلش نفسك في اي طاقة سلبية، اليومين دول ما تدخلش نفسك في اي طاقة سلبية، حاول بس تركز على هدفك وتركز على حياتك، عشان خاطر انت هيكون عندك اخبار حلوة، هيكون عندك اخبار حلوة. حكايتكم حكاية يا اشخاص العزاب، حكايتكم حكاية يا عزاب. اول حاجة بالنسبة للعزاب، لو انت انفصلتوا عن الشريك فهو هيرجع ندمان، علشان انتوا كنت جواهر في حياتهم، كنت جواهر في حياتهم. فبالنسبة للجوزاء لو انت انفصلت عن الشريك، فبعض منكم هيكون عنده رجوع، والبعض من مواليد برج الجوزاء هيكون عندكم تغيير، هيكون عندكم تغيير. انت هنا بالك مشغول بحاجات كتير جدا، بالك مشغول بحاجات كتيرة جدا، حياتك العاطفية دي دايما مشوار طويل، دايما مشوار طويل. كنت في علاقة، كانت علاقة صعبة عليك وكانت تعباك وأزياك، كانت علاقة أزياك وتعباك، بس برضو بتفكر، برضو بتفكر في حاجات في المستقبل، يعني بتفكر في حاجات في المستقبل، والماضي أزيك، الماضي أزيك، في حاجات كتيرة جدا تعباك يا برج الجوزاء. حاليا بتحاول تستشير طبيبك، بتحاول تكلم الطبيب تاني، بتحاول تعمل كذا حاجة في حياتك. بدأت يا برج الجوزاء انت تركن حاجات كتيرة جدا، وبدأت تهتم بنفسك، بدأت تبص لمستقبلك بشكل تاني، بدأت تبص لمستقبلك، حس ان انت تعبان، وانه في حاجات كتيرة جدا وقعت عليك انت ما كنتش تستاهلها، في حاجات كتيرة جدا وقعت عليك انت ما كنتش تستاهلها. اليومين دول بدأت تهتم بنفسك اكتر، بدأت تهتم بنفسك اكتر. بس ارجع واقول لك تاني، غيرانين منك عشان انت احسن منه. بص انت زعلان على عمرك اللي ضاع، ضاع مع اشخاص ما يستاهلوش، ضيعت وقت كتير جدا في علاقاتك العاطفية، دخلت ناس كتيرة ما تستاهلش، ضيعت نفسك في حياة عاطفية ما تستاهل. بص يا برج الجوزاء، انت من كتر الصدمات، من كتر الصدمات اتخزلت كتير، بس في حد بيتجسس عليك، في حد بيتجسس عليك، كون حذر، كون حذر، وحط عينك في وسط راسك. الفترة دي في نفور طبيعي، في نفور مش طبيعي بينك وبين الشريك، في نفور غير طبيعي. لازم تعتمد على نفسك، لازم تعتمد على نفسك، ولازم تعامل الناس بالمثل، مش يكرهوك وتعاملهم بطيبة وحنية، مش يأذوك وتعاملهم ان هم ما عملوش حاجة. لا يا برج الجوزاء انت ما كنتش كده، ايه اللي حصل لك؟ ولاد الحرام حواليك مش سايبينك في حالك، وحاطينك في دماغهم ومركزين في حياتك، وحاسدينك على اي حاجه تاخد بالك. انت بس اليومين دول عايز تقف على ارض صلبه، عامل نفسك مش واخد بالك من الغدر، عامل نفسك مش واخد بالك. عندك علاقه مع برج الاسد وحصل فيها توتر ولخبطه، في ناس مطلعه عينيك ومضايقاك بس برضو بتحبها، في ناس مطلعه عينيك وبتحبها بس دايما برضو يعني أزينك، بس انت برضو بتحبها، انت برضو بتحبها ومش عايز تسيبها، بالك مشغول بحاجات كتيرة جدا، بالك مشغول بحاجات كتيرة جدا. عايز اقولك انه في معجزة هتحصل في حياتك، في معجزة هتحصل في حياتك. انت عديت بعلاقات كتيرة جدا وفشلت كتير، بس عندك معجزة، عندك معجزة بإذن الله. عايز اقولك ان في نصيحة جيالك الفترة اللي جاية، النصيحة دي هتديك انطلاقة حلوة، النصيحة دي هتديك انطلاقة حلوة. انت بس اللي تعبك هي طيبة قلبك والحنية اللي زيادة عن اللزوم، في حنية وزيادة عن اللزوم. انت نفسك ترتاح من جواك، نفسك ترتاح من جواك، دايما حاسس جواك صراع،
دايما حاسس صراعات جواك، حاسس ان حياتك متلخبطه، حاسس ان حياتك متلخبطه، كان دايما بينك وما بين الشريك مفيش استقرار. عندك مرات الاخ دي ازياك، عندك سلفه بوشين عامله زي العقربه، عندك حما استغفر الله العظيم منها، بجد عندك حما استغفر الله العظيم منها. انت بتحاول تصنع ابتسامه مش موجوده جواك يا برج الجوزاء، بتحاول تصنع ابتسامه مش موجوده جواك. ليه دايما بدأ يعني رغم ان انت كنت مبتسم وكنت شخص اجتماعي وكنت شخص بتحب الحياه، بس دلوقتي حاسس بالتعب، حاسس بالتعب والغدر من المقربين ليك، من اللي أزينك ومش حابين لك الخير. في ناس كتيرة جدا مش حابه لك الخير زي ما انت فاكر، ناس كتيرة جدا عايزة بس سقوطك، بس رغم ان هم عايزين سقوطك، رغم ان انت هتقف على ارض صلبة، رغم ان انت هتحب الحياة بشكل مختلف لما هيجي الشخص اللي يستهلك. انت بس مشكلتك ان انت اليومين دول بتتعامل مع اشخاص ما تستاهلش تفكيرك، في اشخاص عندك ما تستاهلش تفكيرك. وعايز اقولك ان الاشخاص الفترة القادمة دي امورك كلها تتحسن، الامور كلها هتتحسن. بس قول لي انت ايه الاشتياق اللي عندك ده، ايه الاشتياق والمحبة اللي جواك؟ في محبة غير طبيعية جواك، في محبة كده لهفة واشتياق. انت هنا بتعاني من اعراض في جسمك، بتعاني من اعراض في جسمك كتير جدا، حاسس انه مفيش استقرار في جسمك، بتعاني من تساقط الشعر، بتعاني من خيبة امل، بتعاني من اشخاص خاب ظنك فيهم، اشخاص قالوا لك احنا بنحبوك واحنا جنبك واحنا هندعموك حتى لو انت وقعت. ناخد نظرة كده على مستقبلك، بص المستقبل بسم الله ما شاء الله هيكون عندك انطلاقة جديدة وعندك فرحة وعندك دبلة خطوبة او اعلان فرحة. بس خلي بالك من السحر، اعراضك من السحر، دايما عندك شعور بالارهاق والتعب، حبيت العزلة، حبيت ان انت تكون لوحدك، ألم في الظهر، تكتف في علاقاتك، بقيت تتعرض لأي حاجة، بقيت تبكي كتير، اتخزلت كتير طاقة التفكير، عندك دوخة، عندك دوخة غير طبيعية، ونبضات قلب سريعة، نبضات قلب سريعة. بس بدأت تتحسن من أمورك، بدأت تتحسن من أمورك، وبدأت تعيد ثقتك بنفسك تاني بعد ما انت كنت خلاص فقدت ثقتك في ناس كتيرة جدا خزلوك. الشعور اللي ملازمك دايما بالإحباط ده اطلع منه، اطلع منه بكل الطرق يا برج الجوزاء، اطلع منه. انت كنت بتحب تطلع من البيت، ومجرد ما بتطلع من البيت بتحس بالفرحة وتحس بالسعادة، بترجع البيت حزين مخنوق متضايق، بتدخل على قطك وتقفل الباب، صح؟ بتدخل قطك وتقفل الباب عشان خلاص حس ان انت خلاص تعب. في حد عندك يا برج الجوزاء فتح بقه، فتح بقه على طول، عايز يطعنك بأي طريقة، فاحذر احذر وخلي بالك. كان عندك علاقة مع حد على السوشيال ميديا وانفصلته، كان عندك علاقة مع حد على السوشيال ميديا وانفصلته، او قلبك وجعك منه او اتكسرت، قلبك وجعك منه او اتكسرت. في ناس بتلعب على الاطراف كلها، في ناس يا برج الجوزاء بتلعب على الاطراف كلها، في ناس مش واقفه معاك زي ما انت فاكر، هما بس مبينين ان هما واقفين معاك، بس هما ولا واقفين معاك ولا اصلا حابينك تكون في نفس المكانه. بس ارجع واقول لبرج الجوزاء، هو من طيبه قلبه مش عارف يعمل ايه. هتعيد نشاطك وهتحافظ على ثقتك على نفسك وثقتك مع الاخرين، وهتحقق حلمك. واقدر اقول لك انك مبروك، ان انت هتحتفل بذاتك وهتحتفل بنجاحك وهتحتفل بالحاجات اللي انت عايزها، هتكون لهدفك وهتكون متالق وواثق من نفسك. اكبر تحيه لمواليد برج الجوزاء ان هم هيكونوا متالقين دايما، وهيكونوا دايما واثقين في نفسهم من اجل تحقيق حلمهم ومن اجل وصولهم لهدفهم، هيحتفلوا. والاحتفال ده هيكون حلو جدا، وهيكون يعني هيكون مناسب جدا، وممكن كمان زي ما قلت لك الاحتفال ده يكون علشان خاطر انطلاقات حلوة، احداث حلوة. فانا مش عايزاك تقلق من حاجة يا برج الجوزاء، ربك معاك، ما تخافش من حاجة ابدا، وما تخافش على حد، علشان خاطر انت هيجيلك الفرح وهتجيلك السعادة. ما تعطلش نفسك عن اي حاجة،
الباب اللي اتقفل في وشك هيدور ويرجع يتفتح تاني زي ما قلتلك. فما تخليش اي حاجة تعطلك عن هدفك، ما تخليش اي حاجة تقف قدامك وبين حلمك. توقعاتك حلوة، احداثك حلوة، بس عايز اقول حاجة اخيرا، احذر من حد عامل لك حضن الاحتواء، حضن الحب والحنان، وهو يا برج الجوزاء بيستغلك وبيغفلك من ورا ظهرك، وعامل حبيبك وصديقك ومقرب، وان هو مفيش غيره في الدنيا. بس ارجع واقولك ان هو شخص مش كويس، شخص انسان خبيث لئيم، مش حبك ابدا تكون كويس ولا تكون بخير. كل فترة سيئة مريت بيها يا برج الجوزاء كانت لحظة وعدت، وانتظر الفرح والسعادة اللي هيطبطب على قلبك. يا رب تكون قراءتنا كانت جميلة ليك يا مواليد برج الجوزاء، ويا رب الفترة اللي جاية يكون عندك منال مراد أو تحقيق حلم، تحقيق هدف، المهم إن يكون عندك أخبار حلوة الفترة اللي جاية. تحياتي ليك، وانتظر مني كل ما هو جديد من أجل عيونك.